بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان يجب عليه أن يذهب إلى الله. الذهاب إلى الله كيف يكون؟ الذهاب إلى الله في هذه الآية المباركة الله تعالى يقول سارعوا بالمسارعة، لأن قد يكون الإنسان يذهب إلى إنسان أو إلى محل أو إلى بلد ذهابا عاديا يمشي، قد يكون يمشي بسرعة. ركب ركب ما شايفين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اركبوا. فالواجب أن يكون المشي إلى الله بسرعة. زين، سارعنا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، صارعنا إلى الله. بس لا، آية أخرى يقول استبقوا الخيرات، يعني مسابقة، لأنه من الممكن أنا وأتجه نتراكها، لكن ركض. قد يكون نتسابق، نتسابق يعني أنت تريد أن تصل قبلي وإني أريد أن أصل قبلك. هذه تسمى شنو؟ هذه تسمى مسابقة. ثلاث آيات. آية قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذاهب يذهب. الآية الثانية يقول ذهب ما يفيد، ركض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الآية الثالثة يقول بس السرعة والركض لا يفيد، استبقوا الخيرات. يعني شنو؟ يعني أنت اركض هو يركض، أيكما أسبق. رايسس شايفين مسابقة الخيول، مسابقة السيارات، مسابقة الطائرات، مسابقة العدو، مسابقة السباحة. يقول سابقوا هالشكل. في آية أخرى الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس، تنافس السوق ماكو. يقول تنافسوا في الخير، مو أن الإنسان يواش يواش بهدوء يمشي صار ما صار. لا 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 أبدا، لأن الإنسان إنما يتقدم بالركض، ركض ركض. لازم الإنسان يركض. هسا نريد أن نركض، نريد أن نتسابق في شنو؟ هو صلاة وصيام وحج وخمس وزكاة، هذني كلها واضحات. لازم ركض أكثر. واقع، هل عندكم في بيتكم هدايا للناس؟ هل عندكم في بيتكم مكتبة؟ هل عندكم في بيتكم هيئة؟ هل أنتم منضمين إلى جماعة لخدمة الاجتماع؟ في الاقتصاد، في السياسة، في التربية، في الثقافة، في أي عمل من الأعمال؟ إذا هذا الشيء أكو، أنت أكثر من الذي يصلي، لأنك تصلي وعندك مجلس في بيتك، لأنك تصلي وعندك هيئة تنضم إليها في خدمة اجتماعية بأي نوع من أنواع الخدمة، لأنك تساعد الفقير والمسكين. حقيقة من المؤسف نحن متأخرون في كل الميادين، كل، يعني شكو ميدان، ميدان صناعة متأخر، ميدان مساجد متأخر، ميدان احتفالات بعيد النبوي الشريف متأخر، ميدان الكتب متأخر، ميدان المكتبات متأخرون. من الضروري كل واحد منكم عد في بيته مكتب كتب، مكتب كتاب ديني كافي، التهذيب، الاستبصار، الوافي، ما عدا كذا يخليه في بيته. هذا هم جمال، هم مطالعة، هم ثقافة، هم تقدم. وكذلك من الضروري في كل بيوتنا هيئة، كما قلنا إما هي قراية أو هي الشباب، أسبوع ليلة ليلتين يجلسون يتذكرون يباحثون يخطبون يعرفون يفهمون يفهمون. من الضروري هذه الأشياء في الحقيقة، من الضروري أن نكون نركض ونتسابق مسابقة. التأخر الذي أصابنا في ديننا ودنيانا كلها لأننا يواش 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 عملنا. هاي ناحية. الناحية الثانية، هذه الليلة على قول السنة ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى المشهور عند الشيعة 17، وعلى كل، فهل أسبوع أسبوع الميلاد إما عند الشيعة وإما عند السنة؟ هل أحكام الإسلام تطبق في بلادنا؟ قال لا. فعلى من أن يطبق الإسلام؟ أحنا صلينا وصمنا وخمسنا وزكينا وحججنا
وخلينا هنا في بيوتنا وخطب صعد الخطيب المنبر واعطينا العيش واللحم، كل هذا صنعنا. لكن هل في بلادنا صفور؟ هل في بلادنا خمور؟ هل في بلادنا ربا؟ كل البلوغ روح، كل البلوغ ربوي. ربا يعني شنو؟ روح على شوارعنا كلها فتيات بأحدث الموديلات، هذا شنو؟ هذا غير إسلام. كذلك إذا بلادنا كلها غنى، حتى راديو السعودية سابقا، راديو السعودية كانت شوية زينة شوية، أما الآن فحشر مع الناس عيد. الفلانة تغني بنفس الغد، إذن الراديوات ولاد إسلامية حقيقة، غناء، رباء، احتكار، غش، التمييز الطبقي. إذا عند بعض الناس تمييز طبقي بين الغني والفقير، إحنا عندنا ألف شكل تمييز طبقي. العراقي والكويتي والهندي والمصري والإيراني والباكستاني، كل واحد لها امتيازاتها وخصوصياتها وأشكالها. معنى شنو؟ معنى أن كل أحكام الإسلام محطمة في كل بلاد الإسلام، انتهوا كل شيء. ولهذا أخذنا جزاءنا من الله. الله سبحانه وتعالى ما يجوز عن حكم صغير، ما يجوز أبدا. فكيف إذا كل أحكام الله محطمة؟ الآن أخذ القرآن من أوله إلى آخره، لاحظ أن كل أحكام الله في بلاد الإسلام محطمة. فعلى من هذا الأمور؟ علينا نحن. تأخرنا لأننا لم نعتني بأحكام الله تعالى. هذا يصلي ويصوم ويحج ويخمس وكل شيء، لكن بنته سافرة، شنو الفائدة؟ أو أخته سافرة، أو زوجته المحترمة سافرة، أو أمه سافرة، شنو فارق؟ مثل تقول أنت أنا بكل أحكام قوانين الكويت أعمل، بس هذا القانون ما أعمل به، يأخذوه كلب شوكة ودك للسجن. عمي في الكويت أكو 10,000 قانون، وأنا ب9,999 أعمل هذا القانون اللي ما عملت به في السجن. الله نفس الشيء واقع. وكذلك خمر، كذلك غناء، افتح الراديو يغني متدين حقيقة. أنا أتعجب أحيانا أركب مع سيارة أحد الأصدقاء المتدينين يفتح أغاني، حتى ما يشعر أنه أقل من قدامي لتفتح عني، يفتح أغاني. فرق بلاد، واقع بلاد عجيبة غريبة. أو فتيات سافرات يجيبون هنا أمهم تنزل للصلاة وهي تروح، وهي تنزل ما أدري، أحيانا أنا شايف كل هيك أنه إيش، كأنه باريس، كأنه هولندا، ماذا هو؟ فإحنا نحتاج إلى ركض، واقع ركض ومسابقة، مو ركض فقط. قلنا ثلاث آيات، إني ذاهب إلى ربي، سارعوا، استبقوا. السباق مسابقة نحتاج، مسابقة في تطبيق الإسلام. وفي الحقيقة في اليوم الأول حسه هذول يقولون جامعة الدول العربية وعرب وعجم، وهي الخرابيط اللي أكو الاستعمارية اللي جابوه بها إلى بلادنا. الإسلام بالإسلام تقدمنا، لا بالعرب تقدمنا ولا بالعجم تقدمنا، احنا كنا مسلمين تقدمنا. هذا الإسلام راح تأخرنا خلاص. انت الثري عندك 20 مليون دينار، كل ملايينك جيبهن وسط الحياة احرقهن، انت الثري خلاص. قول انا ابن فلان، انا عم فلان، انا خال فلان، انا قوميتي فلان، انا جنسيتي فلان، انا بلدي فلان، ما يجب خلاص، لأن دلالتك احترقت. لا فلسطين، لا أرتريا، لا أوغادين، لا تشاد، لا إيران، لا عراق، لا كشمير، أبداً ما كنا جات، أبداً ما كنا جات. إن شاء الله أعمالكم طويلة وبعد 50 سنة تعمرون وتشوفون إلا الإسلام خلص. إذا رجعنا إلى الإسلام، الإسلام ينقذ، ولا غير الإسلام ينقذ، تبعثر وتفرق وحروب وعلى شيء اللي تشوفوه. ويوم على يوم تزداد. في وقت الجيش الإسلامي، هذه قصة، هؤلاء الجيش كانوا يفتحون بلاد سوريا. وفي الحقيقة كان الموضوع عجبا، جمعية صغيرة لا يعرفون تكتيكا، ولا عندهم ثروة، ولا عندهم سابق حكومة،
ولا عندهم اتصال بالامبراطوريات الكبيرة، يحاربون امبراطوريتين في وقت واحد، الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومية. في الحقيقة هذا تعجب في التاريخ ماكو مثله أصلا، لا قديما لا حديثا. افرض الآن الشعب الكويتي كمثل يحارب أمريكا ويحارب في نفس الوقت روسيا وينتصر عليهما، هذه في الحقيقة من أغرب الخيالات أصلا حققها الإسلام. يعني هو إسلام كان إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا الله ينصركم أكبر إمبراطورية ما يغلبكم. بعدين الله يقول وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، الله يريد خذلانكم. حتى اليهود حتى أسوأ من اليهود يسلط عليهم، الله يسلط، الله يسلط جزاء لما فعلنا واقترفنا. فلذلك كانوا إيش بواقع؟ جماعة صغيرة لا عندهم فلوس، لا عندهم تكتيك، لا عندهم سوابق حكومة، لا عندهم أي شيء، لملوم يحاربون امبراطوريتين ويتغلبون عليهما. والى الان التاريخ متحير، لكن مو تاريخ المسلمين متحير، تاريخ الاجنبيين متحير. يقولون هذول شنو السبب؟ احنا المسلمين ندري شنو السبب. هل اي سبب؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. احنا هذا السبب. الامبراطوريه الروميه كان له جيش منظم وقديم، لأن الإمبراطورية الرومية قبل الإسلام بأكثر من 1000 سنة تقريبا أو أكثر، سوابقها الوثنية أيضا، جيش منظم وكذا. لذلك يتكسرون. القائد العام مالهم اجتمع بالضباط. شنو سبب تقدم المسلمين؟ هؤلاء الحفنة القليلين يحاربون جبهتنا، يحاربون جبهة الفرس ويتغلبون علينا وننسحب أمامهم بانتظام. كل واحد خان شيء، لكن الشيء ما كان صحيحا. قالوا احسن شيء انه اسأل اي واحد اللي رأينا وشفناه، سألوا من هذا 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 هذا، كل واحد قال رأيه بسبب تقدم المسلمين. ما انتخبوا هذه الاراء. القائد فرد واحد كان يجيب لهم ماء في الخيمة في ساحة الحرب، قالوا نسأل هذا لأنه كل رأس له عقل. فطلبوه، قالوا أنت شنو رأيك؟ قال أنا أخاف أقول رأيي، عندي رأي لكن أخاف أقول رأيي. لا تخاف. قال منكم أخاف؟ من تخاف؟ قال إيه منكم أخاف، لأنه لو قلت رأيي لقتلتموني. قالوا لا أقول بأك حرية، يعني إحنا بلادي جدت حطة. قال أكبر الأسباب أنتم هم، لأن الشعوب ما يريدوكم، وهؤلاء جاءوا منقذين، المسلمون جاءوا منقذين، اما الشعوب لكم ما يريدكم، فالشعوب تنهار امامهم انهيارا. انا الشعوب هم الذين يريدون هذا الشيء. شلون حكي هذا؟ الحكومه وحدها ما تتمكن تحارب ابدا، دائما لازم الحكومه مع الشعوب تحارب. قال هذا الخادم، قال لان الشعوب لا يريدوكم، ولهذا هم أحسن الوسائل لاستقدام المسلمين. قالوا لماذا؟ قال أن يقولون أدل دليلا على الشيء وجوده في الخارج، قاعدة فلسفية. قال أنا اللي أتكلم وياكم، أنا مسيحي مثلكم ووطني سوريا هالبلاد، والآن أنا من جملة الذين أدعو الله ليل نهار أن يسلط المسلمين عليكم وأنا أخدمكم لكم. قال شلون؟ قال أنا كان لي بستان وكان لي أولاد وكان لي زوجة وكنت رب البستان. قال وكنت تحت رعايتكم وعنايتكم أنتم الحكام. أولا الضرائب المرهقة أهلكتنا. الآن أنا أشوف بلاد إسلامية أي شيء على ضريبة، إذا الكويت ضرائبها أخف في الحقيقة وما فيها ضرائب، لكن أكثر البلاد الإسلامية فرض ضرائب على البيت وعلى الدكان وعلى الطلي وعلى الغنم وعلى البعير وعلى الماء، وشام يوم بعد إن شاء الله حتى على الهواء. يحسبون نفسك كم تنفس تتنفس، 80,000 كل نفس، لازم كل 10 نفسات فلس هم يأخذون منك. وعلى هالمعدل على كل شيء ضريبة أنهكتمونا بالضرائب، شو نسوي؟ هذا شيء قدر مقدور من الله سبحانه وتعالى وسكت. لكن الآن اللي صارت الحرب بين المسلمين وبيننا نحن، هو يقول
قال فرد فرقة من الجيش مرت علينا وأخذت كل أولادي بنينا وبنات تجنيدهم للحرب. خب أنا الشايب وزوجتي الشايبة وزوجتي مو شايبة زوجتي كيف نصنع ببستان كلما استرحمناهم أن يبقوا لنا ولدا واحدا ما أبقوا. ثاني فرقة مرت علينا اختطفت زوجتي لأن عليها كان مسح من الجمال وكلما توصلت لم ينفع. الفرقة الثانية من الجيش. الفرقة الثالثة من الجيش مرت وأخرجتني من البستان وجعلت البستان لهم ما يجلسوا فيه. جيش خلوا فيه، عسكر خلوا فيه، مطبخهم خلوا فيه. فأنا اضطررت أن جيت أخدم. راحت زوجتي وراحت أولادي وراحت بستاني وأنا بقيت أتكفف أستخدم لأكل الخبز. هل أني راض بكم؟ وهل يعقل أن أحدا يرضى بكم الشكل؟ وأمثال كل الشعب. ولذا نحن ندعو الله ليل نهار أن يسلف المسلمين عليكم حتى ينقذونا من شركم. في الحقيقة المسلمون هم لما سيطروا أنقذوهم من شر الروماني والفرس. إنقاذ قناتهم خطة إنقاذ لما رائب الفرس طبعا. لأن الآن شوف ورائب الإسلام من يوم الإسلام إلى اليوم غريبتان خمس زكاة خلص. أما غريبة الإرث غريبة الدخل غريبة البستان غريبة الحجر غريبة المدر وألف غريبة وغريبة أخرى. ثم السجون والتعذيب والمعتقلات المنتشرة في عرض البلاد الإسلامية وطولها. إذا هذه بلاد إسلامية فعلى الإسلام السلام. بلاد إسرائيل كلش أفضل من قسم من البلاد الإسلامية ما قمي على شيء. والإذاعات كلها تسب بعضها بعضا ليل نهار. كلكم تسمعوني الإذاعات. حقيقة مخجلة أصلا مخجلة. هذه بلاد إسلامية اسمها أسوأ من البلاد الكافرة. لأن أوروبا الغربية تسع دول ما سمعنا سبا من بعضهم لبعض. لا فرنسا تسب أمريكا لا أمريكا تسب بريطانيا لا بريطانيا تسب بلجيكا لا بلجيكا تسب السويد. اكو سبب سامعين؟ غير العراق تسب الكويت والكويت تسب مصر كمثل اقولها ومصر تسب ليبيا وليبيا تسب السودان والسودان تسب تشاد وتشاد تسب جيبوتي وجيبوتي كلها سبب ومهزله واقع. صحيح هالشكل شيء اصلا في العالم؟ مهزله حقيقه حقيقه بلادنا مهازل مهازل أصلاً. هل الإقبال اللي الله ينعم علينا هذا زيادة من الله زيادة كلش زيادة. يعني احنا ما نستحق حتى هالكثر اللي الله متفضل علينا. وإنما الأحسن إذا الله يريد ينتقم منه انتقام عدل لازم فرق 20 إسرائيل عاد يخلق في بلادنا. هنا إسرائيل وهنا إسرائيل وهنا إسرائيل وهنا إسرائيل حتى يعذبونا أكثر. فنحن إذا قلنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات مو معنا فقط أن نصلي ونصوم ونخمس ونزكي. أما الخمس خب الله يرحمه تقريبا. يقولون في أصفهان فرد وقت فرد إنسان خلي فاتحة فرد عالم قصة واقعية خلي فاتحة. الناس يجون فاتحة لكن ما يدرون منه ميت منه زوجته ابنه أخوه البقى على الفاتحة ورسم وقرآن وجزء وقاري كل شيء كل شيء. لكن عالم محترم وقار يخجلون يسألون منه البقاء في حياتكم واجلكم الله يرفض. كل واحد يسأل من الآخر هذا منهم اللي ميت؟ أفرض أنا خليت فاتحة منهم اللي ميت؟ إيه بابا الثالثة مخبصة وازدحام وخطيب صعد المنبر وقرأ وشيء عالم محترم. بعدين لما انصرف أراد الانصراف كانوا يسأل منه شنو القصة؟ وجايين من أعضاء الدولة جايين من العلماء جايين من التجار جايين. قال له سيد منو منكم ميت؟ قال الله ميت فتح الله خليت أنا لله خليت فتح قلي الله ميت. قال لي الله ميت. قال له شلون الله ميت؟ قال فلان مسجد تذكرون في فلان منطقة؟ قال له إيه. قال قسماك له لأن كان في المسجد مقسمين جيرانه خليه في بيتهم. أنا شفت هذا الشيء في كربلاء. أنا شخصيا شفت هذا الشيء. قال الله ميت ولهذا خليت فاتحة لله تعالى. أما له الحق نخلي له فاتحة.
بعدين هذول هذا العمل اوجد فرد حماس في الناس وكتبوا شكايا ومكايا وطلعوا المسجد. احنا صار عندنا هذا الشيء في كربلاء هالقصه بالذات. فالمسجد كان في اخير كربلاء مسجد سيد هاشم كان يسمى في شيء قريب المغتسل مال باب الخان. هذا المسجد فرد واحد اجى فرد يوم قال لي انه هذا المسجد اوكل. شلون اوكل؟ مثلا لقمة ياكلها، اما مسجد ياكلها كلش صعب. رحت انا بالليل ويا فرد واحد صديق من اصدقائنا، رحنا الى المسجد، دقينا الباب ماكو ما يفتح الباب. دق دق الكاتب كان هناك يمه، هذا ليش ما يفتحون الباب؟ قال هذا بيت مو مسجد. شنو هذا البيت؟ هذا انا جاي مصلي فيه 20 مرة. شوف دقينا الباب دخلنا المسجد، المسجد اللي قريب هذا قريب مغتسل باب الخان. فالمدرس الشيخ غلام حسين اليزدي كان يصلي بي بعد القصة. فتحنا الباب وهذا بي مسجد اكو بانين حوش في وسط المسجد. حوش كاملة وعائلة وشي وخلاص. شنو شيخ عبد الزهري الله يرحمه، شيخ عبد الزهري شنو قصة هؤلاء؟ قال ما ادري انا، شلون ما تدري؟ فان لم تكن تدري فتلك مصيبة. رحنا على صاحبه متولي مال المسجد. بلا متولي مع المسجد نصي ماخذ فلوس وبايع المسجد، لكن بيعا مو قانونيا، بيعا بالثرو على اصطلاح كربلائي فوضى فلته. رحنا على صاحبه، صاحبه قام يلوف ويدور من هالحكي، قلنا هذا كل علاج ما له الا كان التحجم على المنابر حتى شويه يلين عظامه. شيخ عبد الزهراء فرد خطيب اخر وفرد خطيب قاموا يسبوه بالاسم فوق المنبر وراء المكبرات. هذا هو اي خاف اخذ ينكر يجي علينا على انه اكلت فلان شيء انا كفوا عني فضحتوني. الله يفضحك عمي، ياكلون المسجد. على كل صار مجبور طلع ذاك الاناس وما ادري اعطاهم الفلوس ما اعطاهم، احنا شويه ثاني فلوس ما ادري 200 دينار شكل فرق لك. وبعدين بني المسجد وصار مسجد محترم والى الان مسجد. وفرد واحد شغل عبد الحسين يهزيك على انقومه، هذا كان يصلي في جماعة ومجلس قرآن، أبو يونس كان يخلى في مجلس قرآن وفتحناه من جديد. الشاهد في أنه في الحقيقة على قول ذاك العالم الإصفهاني الله اليوم ميت عند المسلمين، ماكو قوانين الله في البلاد الإسلامية. فعلي لا إله إلا الله نقول، محمد رسول الله، وشم مسجد وشم ركعة صلاة، هذني أكو. أما جيل القرآن هسه دعنا عن أقوال والحواشي والشروح، أصل القرآن جيبه شوف هل يعمل به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم الموجود. أما أنا عراقي، أنا كويتي، أنا مصري، وهذا حد بلادي، أنت مو معدون تجي إلى بلادي، أنا مو معدون أروح إلى بلادي، أنا مو موجود وقت. ولذا نحن بحاجة إلى ركض إذا عرفنا دنيانا، أما إذا لم نرد الدنيا فيش في أمان الله، لا دنيا ولا آخرة. ولذا أكو في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان ينقسم المسلمون إلى قسمين، باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. قسم منهم دين معدهم يقول دين الزفرة، قسم منهم دنيا معدهم. الآن نفس الشيء واقع في بلادنا، لا دين ولا دنيا. في هذه الآية المباركة التي تلوناها سارعوا إلى مغفرة من ربكم. أنت رح تقول كل البلاد الإسلامية فاسدة، أنا شنو أسوي؟ أنت قدرك سوي، سوي في بيتك مكتبة، هذب أولادك وأصدقائك وإخوانك وجيرانك وأخواتك وبناتك. نساء متدينات حقيقة أتعجب أحيانا يجون إلى حوشنا يقرأ على أولادهم دعاء ومثلا شيء حبات لهم. عمي أنت تجي إلى الصلاة، زوجي يجي إلى الصلاة. أول الغربيين سووا أثواب قصيرة للدعارة والجنس. بعدين تجار القماش اجتمعوا وقالوا عمي انتوا خسرتونا، قلنا شنو الثوب منا 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 صعد صعد صعد، نزلوه شوية حتى ياخذوا الأرباح. سووا مكسي، المسلمون هم نفس الشيء،
قالوا مني قالوا مني قالوا نكسي قالوا نكسي كأنهم يفهمون أبدا. إذا عم يقول بس مكسي لا يخالف، لكن مكسي عم له قاعدة، كما لما نجوم له قاعدة مكسم له قاعدة، كل شيء قوترة، كل شيء في بلادنا قوترة والتقليد أعمى، والمتدينون هالشكل والعياذ بالله، وإحنا هالشكل ما قلتوا، وإحنا كلنا نحن بحاجة إلى أن نطبق الإسلام على أنفسنا من جديد، كل واحد واحد من عندنا. بتقولوا على أنه إحنا ما نتمكن على العالم الإسلامي كله، لا، على نفسي أتمكن، على أهلي أتمكن، على الواحد اللي منهم أتمكن، مو على كلهم أتمكن، على قسم منهم أتمكن. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.